السلام عليكم. صفحة 35 التمرين الأول. بعد ما نقرأ القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، التمرين الأول اللي هو عبارة على تطبيق ماذا يقول التمرين، أنقل الجدول التالي على كراسي ثم أكمل. هذا العدد A، هذا العدد B، أقارن A و B باستعمال أصغر أو أصغر أو يساوي. هذه اسمها أصغر وهذه اسمها أصغر أو يساوي. شوفوا الـ A و B وينه الأصغر من خوه، معناها ما أصغر A ولا B. نلاحظ الـ B سالب الـ A موجب، معناها B أصغر من A. نكتب B أصغر من A. هذه الـ A وهذه الـ B كيف كيف. نلاحظ العدد B سالب العدد A موجب، معناها A أصغر من B، عفوا B أصغر من A، عفوا B لأنه B سالب والـ A موجب، B أصغر من A. ناقص 127 وناقص 571، نلاحظوا ان الB اصغر من A. كان جول الزوز موجبين نقول الB اكبر، لكن الزوز سالبين نولي نشوف العدد الكبير هو ذاك هو الصغير لانه في الناقص ماهوش في الموجب، معناها B هي اصغر من A. ناقص 302 وناقص 135 كيف كيف، باش نشوف العدد الكبير مادام الزوز سالبين، اذا العدد الكبير القيمه المطلقه نتاعو هي الكبيره هو الصغير، معناها ناقص 302 هي أصغر من ناقص 135، معناها A أصغر من B. ناقص 13 و152، هذا سالب وهذا موجب، السالب أصغر من الموجب، إذا A أصغر من B. ناقص 121 وهذه ناقص 121، هما قد بعضهم، قد من ناقص 121 قد ناقص 121، إذا A هي أصغر أو يساوي B. مش معناها أصغر أو يساوي، معناها تنجم تكون أصغر منه وتنجم تكون تساوي. في الحالة هذه هي تساوي، معناها A أصغر أو يساوي B، ثم احتمال أنه يكون يساوي اللي هي تساوي هذه، إذا نجم نكتب A أصغر أو يساوي B. التطبيق الثاني اللي هو جد هنيا A العدد الصحيح النسبي الذي هو أكبر من ناقص 12 وأصغر من ناقص 10. عدد صحيح نسبي أصغر أكبر من ناقص 12 وأصغر من ناقص 10، هو شنية؟ هو ناقص 11. ناقص 11 يجي بينات ناقص 12 وناقص 10، لأن معنى هنا عدد هو ناقص 11. ناقص 11 هو أكبر من ناقص 12 وأصغر من ناقص 10، يجي معنى بينات العدد هذو من الزوز. ب كم من عدد صحيح نسبي أكبر من ناقص 4 وأصغر من ناقص 4، أكبر من ناقص 10 وأصغر من ناقص 4، معناها قداش عنا من عدد أكبر من ناقص 10 وأصغر من ناقص 4. نسموهم ذهنيا العدد الأكبر من ناقص 10 مشنية، ناقص 9 وناقص 8 وناقص 7 وناقص 6 وناقص 5، هما 5 أعداد، إذا هنا باش نجاوبو 5 أعداد.